اهلا بحضراتكم ولكم التحيه. النهارده الحقيقه الحكومه والمجلس كان شيء مشرف. ليه؟ لانه بيان الحكومه النهارده امام البرلمان في الجلسه العامه، تقديم كشف حساب. الحكومه النهارده قدمت كشف حساب عن فتره السنتين ونص اللي هي موجوده فيهم. الارقام خير الدليل، والشرح كان وافي وواضح من جهه الحكومه، من جهة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي للبرلمان. برلمان فيه تنوع كبير جدا، فيه خبرات قديمة، فيه شباب جديد، فيه ناس لأول مرة بتمارس الحياة النيابية. لما تشوف وتبدأ البرلمان بأنه الحكومة جاية تقدم كشف حساب عن الفترة اللي فاتت، وجاية كمان تقول لهم الرؤية المستقبلية إيه في حاجات كتيرة قوي قوي وملفات كتيرة جدا، يبقى أنت بتبني صح إن شاء الله. النهاردة الحقيقة كان المجلس، انعقاد المجلس، وخد المسألة في البداية بشكل قوي جدا. ليه دلالة وليه رمز، وبيقول حاجة، بيقول للمصريين احنا برلمان مختلف. ده مش معناه ان البرلمان اللي فات ما كانش كويس، لكن هو بيقول له احنا برلمان مختلف، احنا اعضاء ونواب مختلفين، احنا دورنا مش ناسيينه. التشريعات ده جزء، لكن كمان بالتوازي احنا عارفين دورنا كويس وهو الرقابة. وبالتالي الحكومة كانت جاهزة، رئيس الحكومة النهاردة الحقيقة كان جاهز. وكونه يستجيب في 24 ساعة لطلب استدعاء البرلمان وعرض برنامج الحكومة النهاردة، ده كمان شيء محترم. هنتوقف مع حضراتكم خلال الحلقة النهاردة عن بيان الحكومة أمام مجلس النواب، لكن خليني أبدأ بزيارة في غاية الأهمية للسيد الرئيس، لأنه الرئيس السيسي الحقيقة وصل للأردن وملفات مهمة على طاولة السيسي والعاهل الأردني، وبتوجيه من الرئيس السيسي طائرة عسكرية تتجه إلى الأردن. ما ننساش كمان، لأنه في النهاية أنت بتتكلم على شغل ليه علاقة ببعضه. طبعا احنا عارفين أنه القضية الفلسطينية هي الهم الأكبر للمصريين، فبالتالي هي من الملفات المهمة جدا على طاولة اللقاء والمفاوضات النهاردة. وإحنا كمان محتاجين نعرف وجهة نظر أو رؤية أو تحليل لهذه الزيارة، معناها والتوقيت. خليني أرحب بسيادة العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. برحب بحضرتك معنا سيادة العميد. اهلا وسهلا يا فندم، تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين جميعا. اهلا بحضرتك فندم. اولا في البدايه قبل ما نتكلم، عايزه احيي المركز المصري للدراسات الاستراتيجيه على الشغل الجديد الاكاديمي علمي جديد بيقدمه المركز المصري للدراسات الاستراتيجيه، واحنا كنا في اشد الحاجه اليه الحقيقه. اهتمامكم بالبرلمان واهتمامكم بدور البرلمان وإطلاق تأسيس وحدة الدراسات البرلمانية وإطلاق إصدارات هتسري الدور الرقابي والتشريعي للسادة النواب. أنا شخصيا بتابع المركز، وحضرتك عارف ده سيادة العميد. يعني أشكرك طبعا جدا، يعني ألف شكر لاهتمامك والله يبارك في حضرتك. احنا شايفين الحقيقة في المركز إن مصر يعني حققت نقلة سياسية متميزة جدا ومهمة جدا، خاصة مع الانتخابات الأخيرة. نعم. وبالأخص استكمال الاستحقاق الدستوري بأن أصبح لدينا غرفتين للبرلمان، مجلس الشيوخ والبرلمان. هذا التطور الكبير الحقيقة، وهي كانت جولة مليئة بالرسائل ومليئة بالإنجازات ومليئة بالمنافسة الشريفة، ولدى المصريين جميعا طموح انها تكون خطوة تحقق كل تطلعاتهم لحياة سياسية وتشريعية ورقابية على مستوى عالي جدا. احنا وجدنا في المركز المصري من الضروري ان احنا نتفاعل مع هذه الخطوة على قدر تميزها ده الحقيقة، وعلى قدر ان احنا قدام برلمان جديد ووجوه متميزة وغرفة جديدة لمجلس الشيوخ ايضا، وغرفة جديدة. نعم. أنا أعتقد أنها تبقى ليها باع كبير في الأحداث والقضايا
ذات الاهتمام الكبير للمواطن المصري، ولذلك أنشأنا الوحدة. بشكر حضرتك على اهتمامك وإشارتك ليها، ونوعدكم إن احنا نكون بنعمل شغل جاد أكاديمي وعلمي وجديد وصحيح، ونقدر نساعد يعني نقدر نساعد السادة الأعضاء جميعهم بإسهام علمي موثوق فيه، شغل يثري فعلا الحياة البرلمانية اللي احنا جميعا كمصريين نأملها، ولدينا الثقة بأن السادة النواب إن كانوا في البرلمان أو الشيوخ الاثنين الحقيقة على قدر عالي من المستوى الرفيع والوطنية والقدرة على تلبية طموحات المصريين جميعا إن شاء الله. احنا بالفعل محتاجين واحدة زي دي سيادة العميد خالد، لأن وجود غرفة جديدة هي غرفة الشيوخ بجانب غرفة البرلمان، محتاجين بقى ان احنا مش مجرد رأي او مش لا، ده احنا محتاجين تحليل لأداء البرلمان وأداء أيضا مجلس الشيوخ، فبالتوفيق إن شاء الله. هبدأ مع حضرتك من امبارح، وهل في ربط؟ لأنه القضية واحدة الحقيقة، وأنا بقول أنه القضية الفلسطينية هو الهم المصري الكبير، واهتمام مصر بالقضية الفلسطينية اهتمام قديم وممتد أيضا. هل هناك علاقة سيد العميد خالد ما بين زيارة السيد الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة لمدينة رام الله الفلسطينية، ولقاءه أمس بالرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن ورئيس جهاز المخابرات الأردنية والفلسطينية، وزيارة السيد الرئيس اليوم إلى الأردن؟ ما فيش شك، يعني هي ارتباط وثيق، واعتقد ان هذه الزيارة اللي جرت بالامس وزير المخابرات المصرية ونظيره الاردني ووصولهم للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعقد مجموعة من اللقاءات المكثفة مع الرئيس الفلسطيني ومع القيادات الفلسطينية، انا بشوف انها كانت خطوة تحضيرية للقاء اليوم للقادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن. ما فيش شك زي ما حضرتك ذكرتي الاهتمام المصري بالقضية الفلسطينية، ربما مصر سمته على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 بأنه قضية العرب المركزية. والقضية الرئيسية اللي من الممكن عندما نصل إلى حلول وإلى استرجاع حقوق الفلسطينيين بشكل مرضي انها تساهم بشكل كبير جدا، وهتكون هي دي مفتاح الاستقرار في المنطقة كلها. دي كانت التوصيفات المصرية اللي سمعناها على لسان الرئيس المصري واسلجت صدورنا الحقيقة وعقولنا في آن واحد، لان هي دي الحقيقة الثابتة. من 2014 ومصر بتشتغل مع كل انشغالاتها بالملفات الداخلية والخارجية، لكن بتشتغل على ملف القضية الفلسطينية بدأب وبشكل مكثف وبرغبة في الوصول إلى حلول واقعية وإلى وضع مستقر يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويستند على الحقوق التاريخية ويستند على قرارات الشرعية الدولية. نعم. سيادة العميد، الجديد ممكن يكون في القضية الفلسطينية في ظل متغيرات بنتكلم في 2021، إدارة أمريكية جديدة، بنتكلم في تطبيع من دول عربية مع إسرائيل، بنتكلم في تحريك أو خلخلة المسألة، لأنه الحقيقة كان في معرفش ده صح ولا غلط، كان في فترة من الجمود والتجمد للقضية الفلسطينية. متخيل في 2021 وبداية من هذه الزيارة وهذا اللقاء للرئيس السيسي في الأردن، هل سيكون هناك خطوات واضحة لتحقيق أهداف معينة؟ يعني الحقيقة اللي حضرتك بتذكريه طبعا الإجابة ان هو صحيح، لا مش يعني الإجابة نعم كان صحيح. أحداث المنطقة واللي مرت بالمنطقة من تغيرات كبيرة من العام 2011 الحقيقة أحد توابعها السلبية جدا إنها أصابت القضية الفلسطينية بحالة من الجمود. توصيف حضرتك دقيق وصحيح من دون شك، ولذلك تحدثنا بأن استعادة هذه التوصيفات وهذه الزخم أو إلقاء الضوء على الزخم المصري في استعادة القضية لوضعها الصحيح ووضعها المركزي
دي كانت خطوة على الطريق وخطوة مؤسسة لكل الجهود اللي جت بعد كده الحقيقة. النهاردة لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ملك الأردن في عمان هو بيعزز هذا التوجه الجديد اللي ممكن نكون بنتحدث عنه، وهو ترتيب الأوراق وإعداد المشهد فعلا لاستقبال إدارة أمريكية جديدة ربما ترمم ما أصاب القضية الفلسطينية خلال فترة دونالد ترامب. ومشروع التسوية الأمريكية كان الأخير اللي عرف إعلاميا بصفقة القرض. الحقيقة أصاب القضية أو أدخلها في نفق مظلم. النهاردة القادة كل من القائد المصري والأردني بيستعيدوا مرة أخرى شكل من أشكال الحراك الدولي. ننساش ان احنا من اسبوعين كنا بنتابع في القاهرة لقاء الرباعية الدولية. مصر والأردن من الجانب العربي ومن الجانب الأوروبي ألمانيا وفرنسا، ودي كانت خطوة شديدة الأهمية. وزراء خارجية الدول الأربعة اشتغلوا على تهيئة الوضع وفتح أفق جديد للوصول بالقضية إلى ما يمكن وصفه بالتوازن. توازن الحصول على الحقوق من دون القفز على أي من قرارات الشرعية الدولية اللي بتعطي للفلسطينيين حقوقهم في الأراضي المحتلة من عام 67، وبتعطيهم حق في القدس الشرقية باعتبارها عاصمة لدولتهم. حل الدولتين واستعادته مرة أخرى بعد أن كان يعني دفع إلى الخلف كثيرا خلال الفترة الماضية. النهاردة مصر والأردن بيرجعوا هذا المفهوم وبيعززوه وبيؤكدوا عليه في لقاء الرئيسين النهاردة في عمان. دعم وتعزيز لجهود الانتخابات الفلسطينية والمصالحة الفلسطينية ما بين الأطراف الفلسطينية بعضها وبعضها. وأنا بشوف أن دي نقطة شديدة الأهمية طبعا، والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد عليها ربما قبل حتى سفره إلى عمان. لكن النهاردة أعتقد أنه في لقائه مع العاهل الأردني لا، بتوضع بقى النقاط على الحروف حوالين ضرورة تجاوز هذه المحطة المؤسفة في التاريخ الفلسطيني، لأنه ده الأساس في تحريك الأمور المصالحة الفلسطينية الفلسطينية. بالضبط. لا يمكن مواجهة المجتمع الدولي ولا مواجهة إسرائيل ولا الدخول في مفاوضات مباشرة أو أي من أشكال الرعاية إلا بصف فلسطيني واحد ومتوحد ورؤية واحدة. معنى كده يا فندم انه في معنى كده انه في مربعات او دوائر مشتركه كثيره ما بين عمان وما بين القاهره؟ لا، هو الحقيقه الدوائر المشتركه والمحاور المشتركه في العمل الشامل ما بين الدولتين الحقيقه على اعلى مستوى وفي اعتقد فتره مزدهره. والمستقبل كمان معبأ بكمية هائلة من الطموح للدولتين ان هم يطوروا هذا العمل المشترك من خلال التعاون الثلاثي ما بين مصر والأردن والعراق. وهذا العنوان كان احد العناوين المهمة اللي كانت موجودة النهاردة على مائدة لقاء الرئيسين المصري والأردن. مصر والأردن والعراق بالضبط، يعني ده محور الحقيقة من محاور العمل العربي المشترك المهم جدا، واللي مليء بالإفادة لشعوب هذه الدول الثلاثة. واللي يقدر ان هو يحقق توازن مهم جدا في المنطقة في معادلاتها الاستراتيجية. صحيح. التعاون الأمني كمان كان النهاردة حاضر بقوة. صحيح. والشراكة الأمنية ما بين مصر والأردن في مجابهة تحديات الإرهاب وغيره من المهددات اللي موجودة في المنطقة. تنسيق الرؤى المشتركة للقضايا العربية التي لازالت مفتوحة من ليبيا من اليمن سوريا العراق كلها ملفات في صلب اهتمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأردني عاهل الأردن. كانت هذه العناوين موجودة حاضرة في هذا اللقاء، تم التباحث فيها بتعمق، تم وضع ما يشبه خطوات عمل وخرائط للطريق كي يكون هناك رؤى مشتركة. يعني معنى كده ان احنا في الايام القادمة او في خلال 2021 حضرتك بتقول في خطة هتبقى واضحة للتحرك،
سواء بنتكلم فيما يتعلق بالقاهرة، عمان، أيضا العراق. أنا شايف ده الحقيقة بيترجم نفسه على الأرض بشكل إيجابي جدا وبشكل عملي. مؤسسات الدولة المصرية جميعها الحقيقة بتشتغل بشكل مكثف من أجل تحقيق هذه الرؤية السياسية للقيادة السياسية المصرية. أشكال التعاون المتعدد والمتنوع والارتباط وخلق بنتكلم في مستوى الشراكة. بنتكلم في مستوى ايه في الشراكة يا فندم؟ بنتكلم على مستوى السياسي، بنتكلم على مستوى الاقتصادي، بنتكلم على تنمية، يعني قول لي بس الملف الاهم. مهم طبعا دي عناوين مهمة جدا لحضرتك ذكرتيها، ودي عناوين صحيحة. بنتكلم على شراكات على المستوى الاقتصادي واسع جدا بين الدول الثلاثة. يتصدرها ملف الطاقة، هايل، ما بيقفش عند ملف الطاقة الحقيقة، لا بنتكلم على التصنيع المشترك وعلى التوطين الاستثماري لمشروعات تخدم الدول الثلاثة. توطين الاستثمار الوطني في الدول الثلاث وتبادله البيني بين الدول وبعضها الحقيقة ده بيحقق قيمة مضافة جدا للدول الثلاثة. بنتكلم على التعاون الأمني اللي ذكرناه. صحيح. الشراكات الأمنية الحقيقة بين الدول هي اللي تقدر تعمل ضبط إيقاع في معادلة الأمن الاستراتيجي للمنطقة. وده الحقيقة هدف أساسي من أهداف القيادة السياسية المصرية، أنها تمارس أكبر قدر ممكن من تبريد المشكلات وتفكيكها وحلها للوصول إلى مرحلة الاستقرار. شكرك فندم، شكرك، شكرا جزيلا، شكرك فندم. لحضراتكم النهاردة بيان الحكومة أمام مجلس النواب كان واضح، قدم كشف حساب رئيس الحكومة أمام النواب في استجابة سريعة في خلال 24 ساعة. الحكومة كانت موجودة في البرلمان وبتعرض على البرلمان خطتها، وبتعرض كمان قدمت كشف حساب عن فترة فاتت مدتها سنتين ونص، وأيضا شرح لرؤية قادمة. خليني أرحب بالمهندس أحمد السجيني، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان. مساء الخير فن. ألو. ألو سيادة النائب، مساء الخير فن. ألو. ألو. طيب نحاول مرة تانية مع سيادة النائب أحمد السجيني علشان نشوف كيف رأى عرض الحكومة أمامه أمام البرلمان اليوم. وعايز أقول لحضراتكم أهم ما جاء في بيان رئيس الوزراء أمام البرلمان. قال دكتور مصطفى النهاردة مصر من أفضل دول العالم تعاملا مع كورونا. ست النائب مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك، أهلا بيك فندم. يعني النهاردة ورئيس الوزراء بيقدم كشف حساب عن سنتين ونص فاتوا، وأيضا رؤية مستقبلية بتجهز لها الحكومة المصرية. رأي حضرتك كنائب في البرلمان، توقفت أمام إيه من عرض رئيس الوزراء؟ يعني هو رئيس الوزراء جاء النهاردة وده أمر طبيعي إن هو يقدم الأداء والبرامج بتاعته، يعرف نفسه ويعرف حكومته للبرلمان الجديد، المجلس الجديد زي ما حضرتك عارفه غالبيته نواب جدد، وبالتالي هو تحدث في كافه القطاعات. قال احنا تقدمنا ببرنامج في 2018 وكنا مستهدفين كذا وكذا، والنهارده احنا محققين كذا وكذا، ورغم جائحه كورونا الا ان احنا رقم 2 على مستوى العالم بعد الصين في معدل النمو. لأن في دول كان يعني معدل النمو عندهم بالثالث. وثم بعد بيانه الوزراء وزير التنمية المحلية تحدث أيضا في بيان يتعلق بالملفات الخاضعة تحت ولايته وخلص، والنواب عقبوا، عدد كبير جدا من النواب. تعقيب كان إيه فن؟ تعقيب كان إيه؟ لا طبعا طبعا، شوف أقول لسيادتك حاجة، المحليات زي ما أنت عارفة ده ملف حساس وفي مشاكل ومعقد جداً ومعقد، فطبعا يعني الحديث كله حديث حول رصد للمشاكل وشكاوي ورصد للقصور والسلبيات والى اخره. يعني حديث الساده النواب في المحليات او في الامور اللي هي متعلقه بالتعامل المباشر مع المواطنين طبعا ما بيكون حديث حاجات الخدمات، جلسه منعقده عشان ابرز
المشاكل مش عشان أبرز الإنجازات، يعني هذه ليست جلسة إنجازات في حديث النواب، هي جلسة إنجازات في حديث الحكومة. أما عندما يتحدث النائب فهو يتحدث برؤية مختلفة وزاوية مختلفة، بزاوية مختلفة أصلاً اختصاصات الدكتورية الممنوحة له. فالنهاردة ده اللي حصل مع وزير التنمية المحلية الحقيقة، وهو بيبقى له حق الايه التعقيب. أنا التعقيب مش شرط ان هو يكون يعني في مجمله سدد المسائل اللي تم إثارتها، ولكن قد يكون سددها في البعض، وما زال الايه بعض الملفات كما هي، وان التعقيب يعني في اعتراضات. وبناء عليه دولة رئيس مجلس النواب أحال بيان السيد وزير التنمية المحلية إلى اللجنة المختصة بشؤونه. وده معناه إيه؟ ده معناه إيه يا فندم؟ يعني هل معلش يا أستاذ، إحنا ما شفناش ده على الهواء. أو مش إحنا ما شفناش ده على الهواء، يعني أقصد ست النائب، أقصد أنا محتاجة أفهم المواطن النهارده لما رئيس الوزراء جالكوا وعرض البرنامج بتاعه، سواء اللي حصل فيه من سنتين ونص واللي جاي. إيه تمام، ده رئيس الوزراء وقدم، حضرتك زي ما بتقول ده اجراء طبيعي جدا وقدمه. إيه تقييم البرنامج كان ايه لرئيس الوزراء، وايضا عندما قدم وزير المحليات عرضه، محتاج اعرف ده عشان بس المواطن يعرف. شوفي، هو مساله التقييم دي ده ماراثون لسه، يعني النهارده وزير التنميه المحليه ووزير التموين، بكره وزراء اخرين. طيب، فتقييم برنامج الحكومة سوف يكون بعد الانتهاء من عرض جميع الوزراء، وبناء عليه المجلس يقرر ما يقرره في هذه المسألة. لكن أنا بكلم حضرتك على الوزير اللي قدامي. نعم، النهاردة وزير التنمية المحلية قال والنواب قالوا، انتهى هذا القول إلى إحالة بيان وزير التنمية المحلية وليس بيان رئيس الوزراء. ده معناه إيه؟ ده اللي أنا عايز أفهمه للمواطن بقى. معناه أن البرلمان، أولا معناه أن البرلمان جاد جدا في إعمال أدواته الرقابية، وأيضا لديه الحقيقة الإرادة في أن هو يكون في نوع من أنواع التعاون مع الحكومة لمواجهة الملفات، ولكن مع احتفاظ كل طرف من الأطراف باختصاصاته الممنوحة له في الدستور. نعم، وخدمات سيادتك. وإتاحة بقى الإحالة في حد ذاتها هنا تديلك إشارة جدية. ليه؟ طبعا، لأن استعملتوا كبرلمان أدواتكم. لا، المناقشة في اللجنة بتبقى مساحتها أوسع، يعني تمام، فيها تفاصيل اكتر، اللي فاهمه واللجنه المنوط ده اعمال الرقابه. نعم، على الوزاره. والنهارده وانا بكلمك دلوقتي، انا طلعت بره الجلسه عشان اكلمك. نفس المقام مع وزير التموين دلوقتي. رد الفعل إيه على وزير التموين وما قدمه؟ لا، برضه ده جلسه برضه ساخنه. يعني جلسه ساخنه، ما عايزين نعرف يعني. احنا مش عارفين، فعايزين اصل التموين يعني. اصل التموين ده بتتكلم في رغيف العيش، تموين يعني بتتكلم في خدمه للمواطن، لكل المواطنين على كافه. نعم، اشكاله. نعم، فمن هنا جاءت السخونه، ام من تقديم ارقام، ام رؤيه مستقبليه، ام من ماذا؟ هي نفس مستوى جلسه وزير التنميه المحليه، الملفات متعدده، السادة النواب في دوائرهم بيتحدثوا في كافة الموضوعات، القبض، القمح، مشروع جمعيتي، إلى آخره من موضوعات. هي الفكرة إيه يا سهان؟ نعم، الفكرة في أولا الممارسة، هي دي اللي احنا نقف قدامنا. صحيح، إن السلطات تمارس أعمالها رشد ونضج في حالة من بس انتوا داخلين جامد قوي، وده كويس. ها، طبعا يعني انت عندك حزب اغلبيه، وعندك حكومه، وعندك دوله الحمد لله مستقره، الحمد لله، وامالها في ولادها وفي نفسها وفي مشاريعها كبيره. نعم، فالكل بيبغي التحقيق المستهدف. نعم نعم. بكره هيبقى مين من الوزراء حاضر يا فندم؟ اعتقد بكره وزير الاعلام، لو وزير اعلام ووزير اخر، بس انا مش فاكر، يا التعليم العالي يا التعليم، بس اعتقد التعليم العالي. نعم نعم. طيب سياده النائب، وزير قطاع الاعمال امتى هيكون موجود في البرلمان؟ علشان يعني انت عارف حضرتك ما زالت قضيه الحديد والصلب ساخنه. خلال هذا الاسبوع، اللي هو بكره وبعده، في وزير التعليم العالي، وزير التعليم، وزير قطاع الاعمال، وزير الاعلام.
كل يوم كل يوم وجه. تمام. لانه وهنكمل على كده يعني القضيه ما زالت مستمره وتصريحات الوزير ما زالت مستمره. وزير قطاع الاعمال بتكلم بشكل نعم. محدد يعني نعم يعني هيكون خلال بنتكلم في بكره 3 و4 48 ساعه هيكون مع اللقاء والاخذ والعطاء. نعم. ومثل هذه القضايا برضو عشان حضرتك الصوره بتتكلمي على قضيه الحديد والصلب طبعا كده ايوه مثل هذه القضايا كده سالت عليه هو بشكل محدد. النقاش هيكون موجود بس انا بقول لك اهو عمر ما قضيه زي دي تتحل في جلسه عامه، دي لابد ان تحال الى لجنه سواء لجنه خاصه او اللجنه النوعيه المختصه. أيوة. ويبدا نوع من انواع الحديث لان انت بتبني قناعات هي صمت بناء انت حضرتك في النهايه هو مين صاحب القرار؟ الحكومه هي صاحبه المسؤوليه في التنفيذ على الارض والبرلمان هو صاحب التصديق صحيح والرقابه وبالتالي نعم. هما الاثنين لابد ان هما يكونوا في حاله من التوافق لان الاثنين حالفين الايه؟ حالفين اليمين قدام ربنا سبحانه وتعالى قدام نعم. الشعب نعم. فهنا الجلسه العامه بتبقى بس مبارزه سياسيه أي. لطرح الموضوع اما أي. الحلول فبتكون في مطبخ البرلمان الا وهو في اللجنه النوعيه نعم نعم. أصل الـ القضية ما زالت مطروحة وتصريحات وزير قطاع الأعمال ما زالت موجودة وإصراره على وده وجهة نظر ودي رؤيته تحترم على تصفية هذه الشركة. هل تتوقع سيادة النائب قبل ما أشكر حضرتك أن يتحول الموضوع لتشكيل لجنة تقصي حقائق والذهاب لمصنع الحديد والصلب من جانب النواب؟ يعني هل تتوقع المسألة تصل إلى هذه الدرجة؟ شوف أقول للسيادة كل الاختيارات مفتوحة في مثل هذه المواضيع في سبيل تحقيق المصلحة العامة. مصلحة عامة يعني يعني مصلحة الخزانة العامة ومصلحة المواطن لأن الاثنين ما يفرقوش عن بعض. أيوة. وإحنا في عهد بيواجه وبيعلي شعار لا ضرر ولا ضرار. فأنا بطمن حضرتك وبطمن المواطنين وأنا على ثقة والله دون أن يكون لدي تفاصيل كثيرة في المعلومات حول هذا الأمر بس نعم. أنا على ثقة من خلال السياق العام الذي أرى به كيف تدير الدولة المصرية الحالية أزمتها إن لابد إن هيكون في حل ما يحقق التوازن ما بين مصلحة أهلنا اللي موجودين في شركة أيوة. وما بين الرؤية التي يطرحها الوزير وهي نعم. رؤية حكومة إذا كانت الحكومة موافقة عليه أو رؤية وزير لسه هنشوف الكلام ده نعم. والتوازن ده في النهاية لابد أن يخضع لنقاط طبعا كبير. طبعا طبعا يعني نقدر من خلال وجود حضرتك معنا قبل ما أشكرك ست النائب أحمد السجيني نطمن العمال لأنه طبعا حضرتك عارف العمال خرجوا في وقفة احتجاجية يعني ضد فكرة بيع أو تصفية المصنع الشركة. طبعا نقدر نطمن الجميع ان هذا الامر سوف ياخذ الحقيقه الجهد الكافي للتوافق حول قرارات رشيده. تمام تمام. بشكرك فندم متابع مع حضرتك بشكرك شكرا جزيلا. خليني ارحب بالسيد النائب احمد مقلد عضو مجلس النواب وعضو تنسيق شباب الاحزاب. مساء الخير يا سيد النائب. ايوه مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك اهلا بيك فندم. انطباع حضرتك ايه عن جلسه اليوم وكشف الحساب اللي قدمه رئيس وزراء مصر امام البرلمان المصري اليوم؟ خليني اقول لحضرتك احنا من اليوم الاول في فصل التشريع الجديد وبالفعل شغالين بدولاب عمل دقيق جدا وبحماسه شديده لاستخدام كافه ادوات لما هو واضح بصراحه ده شيء عظيم ورقابيه لخدمه المواطن. تمام. ابتدينا امبارح وده كان امر في محله بمناقشه مشروع المتعلق بصندوق اسر الشهداء نعم. وزياده المحددات الخاصه به وده دين في رقبتنا كلنا مهما عملنا مش هنقدر نوفي القليل من الكثير صحيح لشهدائنا واسرنا. صحيح. ثم استدعاء الحكومة للنقاش والسؤال حول برنامج مصر تنطلق. حقيقة الأمر الحكومة في من سنتين وتم تولياتها الثقة فقدمت برنامج في الفصل التشريعي الأول
تم الموافقة والإقرار على السياسات التي قدمتها الحكومة. نعم. والنهاردة بنسأل الحكومة، وجاء السيد رئيس مجلس الوزراء ومن بعده وزير التنمية المحلية، وفي الوقت الحالي أنا خارج من الجلسة، ووزير التموين شغال بالضبط، شغال في الآن في النقاش مع كافة السادة النواب. بقالوا قد إيه فندم وزير التموين أمام البرلمان؟ بقالنا فترة طويلة جدا. أنا ملاحظة تمام. ومن قبلها ومن قبلها في فترة أطول قضاها السيد وزير التنمية المحلية. وخدي بال حضرتك من نقطة مهمة، لا يوجد خطوط حمراء ولا يوجد سقف للمساءلة. هايل. في كافة الأمور. هايل. احنا بنتناقش مع السادة الوزراء في كل كبيرة وصغيرة حول السياسات التي تم انتهاجها وفقا لبرنامج مصر تنطلق اللي قدمته الحكومة. نعم. وفي كافة التفاصيل وبالأرقام وبالبيانات المطلوبة منهم حول كافة الأمور. وبالتالي الأمر لن يقتصر على هذا الأمر. احنا قدامنا بالضبط أسبوعين كاملين مع كافة الوزراء. نعم. يعني بكرة وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الإعلام وبعده كذا في الجدول. طيب قل لي حضرتك انت الانطباع ايه من البرلمان، او اشد الحوارات كانت ايه حماسة فيما يتعلق وزيرين النهاردة؟ وزيرين النهاردة يا ست النهاردة، خليني اقول لحضرتك في كافة الامور. وزير التموين النهاردة من اول البطائق التموينية حتى المخصصات المتعلقة بالدعم العيني من خلال وكافة الامور والارقام والاحصائيات بيتم مناقشتها. أيوة. وزير التنمية المحلية من أول المواقف حتى الأسواق حتى قوانين البناء حتى كافة الأمور بكافة التفاصيل بكافة الأمور التي وصلتنا من المواطنين يتم طرحها الآن، والسؤال حول السياسات التي تنتهجها الحكومة في هذا الأمر. تمام. الحوارات بتمتد لساعات والنقاشات بتمتد لساعات. نعم. يعني بناخد وقتنا بالكامل، وكافة أعضاء المجلس أغلبية وأقلية بيدلوا بدلوهم في ما يأتي إليهم ويرفعوا كافة الاستفسارات من المواطنين. نعم. احنا شغالين بآلية قوية وهتستمر خلال الأسبوعين حول كل كبيرة وصغيرة من السياسات التي سبق وأن انتهجتها الحكومة خلال السنتين الماضيتين أو السياسات القادمة خلال العامين القادمين. حتى سيادة النائب أحمد، بيان الحكومة النهاردة ورئيس الوزراء النهاردة قدم لحضراتكم كل حاجة ليه علاقة بكل الوزارات وبالأرقام، وحضراتكم اللي أنا فهمته من حضرتك ست النائب، أنتم زي ما بنقول كده جاهزون للحكومة وللوزراء. يعني مين أشد ملف وأكبر ملف انتوا كنواب جدد في البرلمان المصري محتاجين تهتموا بيه له علاقة بخدمات مباشرة بالمواطن المصري؟ خليني اقول لحضرتك، كافة الامور مطروحة بكافة التخصصات من كافة النواب داخل المجلس وبمختلف الاهتمامات. كل الامور مكملة بعضها البعض، من اول الفترة الحالية اللي بنشاهد فيها ازمة وجائحة كورونا. نعم. وما يحدث من إجراءات وتدابير اتبعتها الحكومة. حقيقة الأمر هي تدابير قوية جدا من وجهة نظري. نعم. ولكن المناقشة والاستفسار هو أمر طبيعي لمجلس النواب في كل كبيرة وصغيرة. طبعا. وهو الأدوات اللي احنا هنرسخ استخدامها في بداية أول جلسات الفصل التشريعي. وكافة الأمور اللي هتشغل المواطن وهتشغل رأيه العام سيجد من يمثلونه تحت قبة البرلمان بيتحدثون بلسان. دي رسالتنا في المجلس الحالي. نتمنى ده وهنأديها إن شاء الله بكل إخلاص. نتمنى ده وبتمنى لك التوفيق فندم. بشكرك شكرا جزيلا. دكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب وعضو تنسيق شباب الأحزاب، مساء الخير ست النائبة. مساء الخير دكتورة غادة. مساء النور أستاذ عزة. أهلا بحضرتك، أهلا بيكي فندم. أرقام محددة وأيضا مهمة، وأيضا أرقام الحقيقة نقدر نقول في ظل أزمة كورونا ما كناش نتوقع تحقيقها اقتصاديا. بتكلم هنا على الملف الاقتصادي اللي قدمها معالي رئيس الوزراء اليوم. توقفتي بعين اقتصادية أمام هذه الأرقام إزاي؟ الحقيقة كان بيان معالي رئيس الوزراء
حاجة مشرفة قدام العالم كله، وإن هو بيتعرض في البرلمان المصري في ظل إن إحنا بنتكلم في برلمان بمفهوم جديد، برلمان حديث، وفي نفس الوقت في ظل أزمة وجائحة زي اللي العالم كله فيها. نعم. من أهم الحاجات الأرقام اللي لفتت الانتباه وإحنا محتاجين نسوق لها قدام العالم كله إن انخفاض معدل الفقر إلى 29.7% بعد 32.5. صحيح صحيح. انخفاض التضخم لخمسة وسبعة بتكل... من عشرة. من تقصدي شوفين أنا صح ولا غلط دكتورة غادة؟ لأنه في ظروف استثنائية، في ظروف استثنائية لها علاقة بالعالم كله اقتصاديا عامل ازاي، فترة كورونا ومصر كانت شغالة ازاي. أنا فهمت صح من حضرتك؟ ده حقيقي، ده حقيقي. تمام. يعني الاستقرار اللي الدولة المصرية أصبحت فيه بقت حائط الصد قدام أزمة يعني جائحة للعالم كله تبيد كل ما هو عالي، فما بالك صحيح. إحنا أصلاً ده في دول أعلنت إفلاسها لا قدر الله بعد الشر. فإحنا إحنا في ظل ده انخفاض معدل الفقر إلى 29.7% بعد أيوة. ما كان 32.5 دي حاجة إحنا محتاجين نتفخر ونسوق لها قدام العالم. الأمر الآخر كان معدل التضخم إن هو يوصل ل 5.7%. عاوز أقول لحضرتك إن ده أدنى معدل منذ 14 عاماً. ياه. فإحنا بنتكلم 14 سنة 14 سنة 5.7 ده أقل معدل. فيا جماعة يا مصريين نفتخر إن إحنا عندنا دولة ثابتة الأرقام، عندنا إدارة قوية للأزمة في الناحية الاقتصادية. صحيح. عندنا أعمدة بنرتكن ليها ومديرين أزمة بشكل صحيح. نعم. أيضا إحنا لو بصينا كده يعني أقرب حاجة إن إحنا الدولة المصرية أصبحت بتصدر للعالم فاكهة وخضار في وسط الأزمة، والعالم الآخر ما كانش عارف يعيش باللي عنده، ما كانش عنده اكتفاء ذاتي. إحنا كان عندنا وبنصدر، ما حصلش غلو الأسعار لخضار أو فاكهة أو فزل كورونا. صحيح. أزمة كورونا. صحيح. الحاجة برضو اللي كانت كويسة كانت البطالة، معدل البطالة إن هو أصبح 7.3%. صحيح. بالرغم إن إحنا عندنا أزمة وناس قعدت مش عارفة تنزل شغلها، لكن الشعب المصري ذكي جدا وعرف يطوع الأزمة لخدمة توظيف ومشروعات صغيرة تقوم على احتياجات الأزمة. فكنا شفنا الأزمة بتحتاج إيه علشان نعدي بيها، وأصبحت الاحتياجات دي بحد ذاتها عبارة عن وظائف جديدة، سواء وظائف رقمية أو وظائف على الأرض. كأستاذة اقتصاد كان نفسك تسمعي إيه من الأرقام النهاردة؟ نعم. كأستاذة اقتصاد كان نفسك تسمعي إيه من الحكومة النهاردة؟ الحقيقة كان نفسي أسمع هل المستهدف أو الباقي من المستهدف في خطة الحكومة 2018-2022 عدى 2.5 سنة مالية، هل الباقي من المدة دي كافي لتحقيق باقي المستهدف في المؤشرات؟ سؤال هاي محتاجين نطمن، ومحتاجين نطمن الشعب المصري. طبعا. احنا عدى 2.5 سنة اللي باقي مش كتير. صحيح. فهل اللي باقي ده هنقدر لو عملنا ده كحكومة مصرية يبقى احنا زي ما بنخطط زي ما بننفذ، وان شاء الله مصر هتكون قد الدنيا ان شاء الله. مش محتاجين غير ان احنا نافي بالوعود ونشتغل وننفذ المسألة. اهم ما فيها هو التنفيذ على الارض، يعني الخطة والمتابعة. طبعا انا توقفت امام حاجة دكتورة غادة، انا توقفت امام حاجة قالها رئيس الوزراء النهاردة. في 14 مليار دولار صافي حجم الاستثمارات الاجنبية رغم كورونا. احنا ده بيرد على العالم فين؟ ده حقيقي. في ظل كورونا، واحنا ما شاء الله الدنيا ماشية ازاي عندنا في ظل كورونا ايضا. ده رقم انا توقفت امامه. ده حقيقي، وده بيرجع لأكتر من حاجة. أولا الاستثمار الأجنبي مربوط بشقين أساسيين، أولهم الأمن والأمان. طبعا الأمن والأمان زي ما هو ويمكن بيتزايد في مصر معدل الأمن مشهود له. نعم. الأمر الآخر المشروعات القومية. نعم. كل ما يكون في مشروعات قومية وخاصة في الطرق والكباري والبنية التحتية ده عامل جذب هايل للاستثمار الأجنبي. هل المشروعات الأجنبية القومية توقفت في ظل جائحة كورونا؟ خالص
اطلاقا، كان اطلاقاً بيتم الاستمرار في كافه المشروعات القوميه مع اخذ الاجراءات الاحترازيه. صحيح. المستثمر الاجنبي لقى في قياده وفي متابعه وفي رقابه على الاداء واصرار اصرار. بل بالعكس المده مده التنفيذ كان دايما زي ما فقامه الرئيس كان دايما بنقتدي بيه، ان هو دايما بيكثف الشغل في مدد اكثر، احنا عاوزين نجري بمصر اكثر. صحيح. المستثمر الاجنبي لما يلاقي ده بيتم في تحدي وكمان بيتنفذ باراده مصريه بيكون على ثقه ان الارض دي متينه. صحيح صحيح. مين بعد وزير التموين هيكون موجود امام حضراتكم في البرلمان؟ الدكتوره غاده. غدا ان شاء الله هيكون. النهارده خلاص كده؟ النهارده خلاص. النهارده خلاص. كان معالي رئيس الوزراء وسيد وزير التنميه المحليه وزير التموين. التموين. غدا ان شاء الله هيكون سيد وزير التعليم العالي ثم من بعده سيد وزير الاعلام. هايل هايل. ان شاء الله. يعني متشرفه بيكي عبر التليفون دكتوره غاده، وواضح انه في متابعه جيده من البرلمان الجديد، ناس لاول مره موجوده في البرلمان المصري. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره غاده علي. من اللي قاله النهارده كمان معالي رئيس الوزراء، أعلن النهاردة خلال بيانه أمام البرلمان عن عدم استيراد مصر لمواد بترولية مصنعة بحلول 2023. أنا توقفت أمام 2023 وتوقفت أمام أن هيبقى عندنا اكتفاء ذاتي ومش هنستورد أي مواد بترولية مصنعة ل 23. خدوا بالكم الأيام بتجري هوا. لكن مهم قوي أن احنا نقول للناس ونعرف الناس تصريح رئيس الوزراء النهاردة يعني إيه مواد بترولية مصنعة. دكتور مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أهلا بحضرتك معنا دكتور مدحت. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. فهمنا يعني إيه مواد بترولية مصنعة مع 2023 مش هنكون بنستورد الحاجات دي، وده المفروض بنستورده بكام، فبالتالي لما مش هنستورد هيتحول للخزانة المصرية وهنوفر كام؟ بص حضرتك، المواد البترولية المصنعة هنا المقصود بيها طبعا هي البنزين والسولار ووقود النفاثات. يعني احنا بنستورد ايه؟ قول لي. خد بالك احنا مش فاهمين زيك، فقول لنا بالراحة كده. طيب بالراحة. احنا حاليا بنستورد البنزين 95 بنستورد بنزين 95 وايه كمان؟ وبنستورد البنزين السولار اللي هو بنسميه وقود الديزل. ده بنستورده ايضا. بنستورد كميات كبيرة طبعا. طبعا. طبعا هنا المشروعات اللي هيئة أو قطاع البترول عملها اللي هي التوسع في معامل التكرير. نعم. المعقدة اللي موجودة مثلا في اسكندرية. وإنشاء وحدات شركات تكرير جديدة بتقوم بعملية تصنيع المازوت. نعم. يعني احنا بعد دخول الغاز الطبيعي واحلاله محل المازوت في العديد من الصناعات وفي توليد الكهرباء توفر لمصر كميات كبيره جدا من المازوت. هنا احنا هناخد المازوت اللي هو الفائض نتيجه احلال الغاز الطبيعي محله، هناخده على معامل تكرير معقده بتكسر المازوت وتحوله الى منتجات بتروليه بنسميها هنا منتجات بتروليه مصنعه. فهنا المنتجات البتروليه المصنعه زي ايه بقى؟ البوتاجاز والبنزين والسولار ووقود النفاثات. ال 95 والسولار بالظبط 23 مش هنستورده ان شاء الله. البنزين 95 هيبقى مكانه ايه؟ هل هيبقى مصري؟ والسولار هيبقى مصري؟ البنزين كله هيبقى كله مصري. هايل. احنا اساسا بنستورد البنزين 95 وبنخلطه بمكونات محليه. نعم. وننتج. نعم. بيه بقى البنزين 92 والبنزين 80. نعم. بس عشان الناس تعرف يعني هي عمليه خلط وتجهيز جوه مصر. نعم نعم.
ده مهم قوي. ما انا عشان كده قلت اسال حضرتك وتفهمنا يعني ايه تصريح رئيس الوزراء النهارده بانه سنه 23 بنتكلم بعد سنتين مصر مش هتستورد لبنزين 95 ولا سولار والاشياء الاخرى اللي حضرتك قلتها. كان مهم التوضيح دكتور مدحت يوسف، بشكرك فندم، شكرا جزيلا. النهارده رئيس الوزراء ايضا امام البرلمان المصري قدم اللي حققته الحكومة المصرية في منظومة التعليم حتى الآن. الحقيقة كلم وقال على حاجات كتيرة جدا جدا، وقال كمان من ضمن الحاجات الخاصة بالتعليم تم إنشاء مدارس داخل المصانع ومدارس داخل المزارع. قال كمان أنه صدر قرارات بإنشاء 3 جامعات حكومية جديدة في الوادي الجديد ومطروح والأقصر وباقي جامعة البحر الأحمر قريبا. خلال العام الحالي سيكون في كل محافظة جامعة حكومية واحدة على الأقل، دي الخطة اللي جاية اللي هما بيشتغلوا عليها. وقال صدرت قرارات بإنشاء 8 جامعات خاصة بالإضافة لإنشاء 60 كلية جديدة بالجامعات الخاصة بالمحافظات، منها 45 كلية جديدة هتكون كانت في 19-20. اتكلم عن التعليم، اتكلم عن التعليم والافتتاحات اللي كانت هايلة في الفترة اللي فاتت، وقال تم إنشاء 41 مدرسة مصرية يابانية منها 6 مدارس دخلت في 19-20. خليني ارحب بالدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. أهلا بحضرتك معنا دكتور أحمد. أهلا زي حضرتك دكتور. أهلا بيك، أهلا بيك فندم. يعني من ضمن الحاجات الإنجازات في التعليم اللي حصلت الجامعة الخاصة بحضرتك الجامعة المصرية اليابانية، كلمني بقى يا دكتور أحمد الإقبال عامل إزاي، الدراسة فيها إيه، التخصصات الجديدة اللي دخلت هذه الجامعة؟ والحمد لله بعد افتتاح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحرم الدائم للجامعة المصرية اليابانية، أعتقد إنه إحنا خدنا دفعة مهمة جداً معنوية ودفعة مادية، انه سيادة الرئيس وجه الحمد لله ان شاء الله يعني ان هنبدأ في استكمال كامل الحرم، وبالتالي هنقدر نتوسع في البرامج اللي الجامعة بتقدمها، وان شاء الله احنا عندنا عدة برامج هنقدمها للمجلس العالي للجامعات لاعتمادها، وان شاء الله نبدأ فيها في العام الدراسي القادم بإذن الله، علشان نقدر يبقى البرامج اللي بتقدم ماشية بخطة ثابتة موازية للي بتقدمه الحكومة. واعتقد ان كلنا شايفين الانجاز اللي بتعمله الحكومة لدعم التعليم زي ما الدستور قال، وان شاء الله الدنيا هتمشي كويس جدا. العام الدراسي القادم هتكون قدمت للمجلس الاعلى للجامعات؟ نعم. العام الدراسي القادم حضرتك هتكون قدمت المجلس الاعلى للجامعات برامج زي جديدة. ايه زي ايه جديده؟ هنفتح برامج في الكمبيوتر ساينس او علوم التكنولوجيا. نعم. او علوم الكمبيوتر. عده برامج هنفتح برامج في الكمبيوتر برضه للمجتمع المدني. اللي هي البرامج المجتمع المدني زي ايه يا دكتور احمد؟ يعني هم المهندسين اللي اتخرجوا عايزين يحسنوا ادائهم لخدمة المعطيات الجديدة في القطاع اللي بيشتغلوا فيه، اللي هنركز عليه علشان يعني السكيلز او القدرات المهارات المهارات والقدرات اللي محتاجها المهندسين اللي شغالين في القطاع ده تبقى موازية للاحتياج في السوق الدولي والعالمي، خصوصا احنا دلوقتي الناس كلها بتشتغل هم يعني شغالين من صحيح من البيت على عن بعد، فممكن اعتقد ان القطاع المصري هيقدر يشارك بقدر اكبر في القطاع دوت من داخل جمهوريه مصر العربيه للسوق العالمي ايا كان مكانه في مصر في اوروبا في امريكا في اي مكان. يعني من هنا بتحاولوا بطريقتكم انه الجامعه تساهم في دعم خطط الدوله للتنميه المستدام. عندنا برامج جديده ثانيه في البايو تكنولوجي. ايوه. عندنا برامج جديده في التصنيع الغذائي علشان نقدر تصنيع غذائي. هي. قيمه مضافه للمنتجات الزراعيه المصريه. نعم. وخصوصا يعني اتساقا مع
قدرة الشريك الياباني في الجامعة، هم أحسن مصنع صناعات غذائية في العالم. نقدر ننقل اللي هم بيقدموه في اليابان إن شاء الله نحاول نقدمه في مصر، خصوصا كمان أن البرج العرب فيه مصانع صناعات غذائية مهمة جدا. إن شاء الله أعتقد أن مجموعة البرامج اللي هتقدم وإن شاء الله المجلس الأعلى يوافق عليها هتبقى مساهمة جيدة جدا تقابل ما قدمته الحكومة من دعم الجامعة. ودي دكتور أحمد الكلام اللي حضرتك بتقوله، كل هذه البرامج اللي حضرتك بتقولها هتكون موجودة إن شاء الله في أو معظمها في العام الدراسي القادم بإذن الله. طب أول ما يتم الموافقة عليها ويطلع لها القرار الوزاري بالإنشاء إن شاء الله يتم افتتاحها، وإحنا الحمد لله يعني واخدين دعم كويس من وزارة التعليم العالي. نعم شكرك فندم، شكرا جزيلا دكتور أحمد جوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. طيب جامعة الجلالة الموضوع ماشي معاها واصل لفين؟ خليني أرحب بدكتور أشرف حيدر القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة. دكتور أشرف مساء الخير يا فندم. مساء الفندم، مساء الخير. أهلا بيك. مشروع مهم من مشروعات الدولة المصرية جامعة الجلالة، كلمنا عن جامعة الجلالة الآن اللي بيحصل وإيه المستهدف هيحصل فيها إن شاء الله العام القادم. الحقيقة أنا أولا بنتهز الفرصة إن أنا أهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادات السياسية بهذا الزخم الديمقراطي واستكمال مجلسي الشورى ومجلس النواب. وتوجيهات الاستراتيجية للدولة الحقيقة بدأت من فترة طويلة، من 3 سنين بالنسبة لجامعة الجلالة، نخش في الموضوع. جامعة الجلالة في خلال ال5 شهور الماضية الحقيقة استطاعت أنها تستكمل هذا الإنجاز العظيم تحت قيادة طبعا ودعم مستمر من سعادة دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. والحقيقة جميع الجهات اللي في الدولة وطبعا الهيئة الهندسية القوات المسلحة لأن هم الجهة المنشئة لهذه الجامعة، وإبيان بالشراء الموحد وجهات كثيرة جدا في الدولة ووزارة الاتصالات. وصل الأمر لفين يا فندم؟ وصل الأمر لفين؟ الحقيقة الحمد لله سبحانه وتعالى إحنا بدينا العام الدراسي بنجاح ببلندد ليرنينج بروجرام اللي هو التعليم الهجين بناء على التوجيهات السياسية من أول لحظة. وده كان الحقيقة مش مجرد تحضير فقط لجائحة كورونا اللي هي أصابت وزيادة الأعداء، لأن إحنا أوريدي كنا بادئين هذا النظام تحسبا لحدوث هذه المشاكل. وطبعا برضو لتحقيق الهدف الاستراتيجي من جامعة الجلالة والأهلية أن هي تكون جامعات ذكية. فالحمد لله سبحانه وتعالى استطعنا أن احنا نوصل الشبكات الخاصة بالإنترنت اللي هي دي حاجة مهمة جدا، لأن هي دي كانت تحدي من التحديات طبعا، وفي منطقة تبعد يعني عن القاهرة وعن المحافظات. يعني جامعة الجلالة دلوقتي الإنترنت موجود فيها بشكل قوي، المباني التي تم فيها بدء الدراسة. ان احنا عندنا حضرتك عارفة طبعا هكلمك على عدد البرامج اللي احنا ياريت حضرتك تقول لنا الدراسة اللي شغالة الان في هذه الجامعة وهذا الصرح الجديد. احنا عندنا 12 كلية حضرتك شغالين، 12 كلية شغالين تمام. ايوه فندم، استقبلوا الطلاب من يوم 17 اكتوبر بدء الدراسه مع كافه الجامعات المصريه. عندنا كم طالب في جامعه الجلاله؟ عندنا دلوقتي حضرتك 1200 طالب فيهم مجموعه 1200 طالب في اول باتش دخل جامعه الجلاله. متوزعين على كليات القطاع الطبي، في كليه الطب البشري، كليه طب الاسنان، كليه الصيدله، كليه العلاج الطبيعي، كليه التمريض، كليه التكنولوجيا العلوم الصحيه التطبيقية. في كليه العلوم الاساسيه دي برضو فيها مجموعه من البرامج البايو تكنولوجي والنانو تكنولوجي. في حضرتك طبعا كليه الهندسه والعماره والانتاج الاعلامي والطلبه الطلبه عندهم مدينه جامعيه، في مدينة جامعية حضرتك المرحلة الأولى بدأت فيها وتحتوي على دلوقتي لأنه
الدراسة دلوقتي عن بعد زي ما حضرتك كنت بتقول، اعتقد ما زالوا موجودين ولا لا؟ احنا مش طبعا موجودين. بناء على القرارات الاحترازية الفترة الاخيرة الاحترازية، وبناء على القرارات طبعا احنا بدأنا من ساعة صدور القرار تحول الى التعليم اللي هو اونلاين 100%. وطبعا ده كان متجانس تماما مع نهاية التدريبات الكلينيكية او العملية في المعامل. يعني الحقيقه كنا احنا يعني حاسين ان ده هيحصل، فزودنا الجرعه بتاعت المعامل قبليها، وطبعا بدانا من يوم 16 الاجازه لحين ان شاء الله يوم 20 ان شاء الله يا دكتور اشرف، يعني ونلتزم بالاجراءات الاحترازيه. ونفسي اجي اصور حلقه كده عند حضرتك لصاله التحرير من جامعه الجلال، ان شاء الله نتواصل معاك دكتور اشرف حيدر. كان مهم قوي والحكومه بتقدم بيانها، احنا كمان نقول لحضراتكم في ملف التعليم تحديدا ايه اللي حصل وايه الجامعات الجديده اللي تم انشائها. لو معايا الكاتب الصحفي الاستاذ رفعت فياض يقول لي رايه ايه. برحب بحضرتك استاذ رفعت. اهلا بيك يا استاذ عادل. اهلا بحضرتك وانت أهلاً. طيب رايك ايه وانت قاعد تتفرج على بيان الحكومه فيما يتعلق بملف التعليم؟ استاذ عز انا يمكن انا متابع ملف التعليم بقالي حوالي 45 سنه. نعم. لم يكن هناك مشروع قومي في تطوير التعليم مثلما هو موجود الان، سواء في مراحل التعليم العام بدءا من كي جي 1 وحتى مرحله الثانويه العامه. وايضا بالنسبه للتعليم الجامعي، ودي للامانه متبنيها الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا. صحيح. سواء ملف الصحه او ملف التعليم، وده اساس التنميه في اي دوله وبناء اي دوله لابد الاهتمام بهذين الملفين، ملف الصحه وملف التعليم. احنا تابعنا مراحل التعليم العام، ويمكن اخر حاجه تطوير الثانويه العامه واصبحت ثانويه الكترونيه. واستغنينا عن الكتاب المدرسي وتقليل الاعتماد على الدروس الخطيه الى ان ينتهي تماما ان شاء الله. وايضا بالنسبه للتطوير الحادث حاليا دلوقتي في بدايات مراحل التعليم الاولى، اللي هي بيخلي نوع من التفاعل داخل الفصل ما بين الطلبة وبعضها، وخاصة في طبقناها في المراحل الأولى من كي جي 1 لحد ثالثة ابتدائي. طيب لو قلت لحضرتك أستاذ رفعت، وممكن نكمل بكرة لأن وزير التعليم العالي هيكون موجود أمام البرلمان غدا. لو قلت لحضرتك فيما عرضه رئيس الوزراء اليوم أمام البرلمان، لو هتديني عنوان كده نقول إيه؟ نهضة غير مسبوقة في التعليم في مصر. شكرك فندم، شكرا جزيلا. بكرة يكون موجود وزير التعليم العالي أمام البرلمان المصري. بشكر حضراتكم واشوفكم بكرة على خير، مع تحياتي عزة مصطفى، وإلى